نزلت. رئيس الوزراء الجمع الموقر نجتمع هنا اليوم من أجل الاستثمار في منتدى إفريقيا وأيضا لكي أكون أمينا ما سنقوم به الآن هو سابقة بالنسبة لي على مدار الساعة القادمة نحن سنتناول قضايا الاستثمار والمشاكل والتحديات والفرص والفرص التي قادتها مصر والتي اكتشفتها But you're going to مصر do so وحين with one distinct advantage. مع ميزة مهمة. Will you forgive me, Mr. President, the informality? فخامة الرئيس. You're going to do so because the President is sitting there. And the President not only is sitting there listening, the President has agreed graciously to respond. This is a dialogue. This is a dialogue between the President, بين فخامة الرئيس والقطاع الخاص ومجتمع الاستثمار أرجو من فضلكم أرجو ألا تقولوا أنكم لم تحظوا بالفرص من أجل استعراض الفرص الطلبات التحديات رغباتكم أن تكون مباشرة ودقيقة قبل أن نبدأ دعونا نستمتع بالنظرة